تشيز كيك الريكوتا مع القاعدة بالكنافة. بالنسبة للكنافة عندنا 400 جرام كنافة، 100 جرام زبدة، و50 جرام عسل أبيض. بالنسبة للحشو فعندنا كيلو جبنة ريكوتا، 400 مللتر حليب مكثف محلى، 2 معلقة صغيرة فانيليا، 2 معلقة صغيرة بشر ليمون، 2 معلقة صغيرة عصير ليمون، 30 جرام جيلاتين مذوبين في 80 مللتر مية، وعندنا سكر بودرة للتقديم. هنبتدي بالكنافة. هنحط الكنافة في فود بروسيسور. وهحط معاها الزبدة المذابة. وكمان العسل. وهنضربهم مع بعض. لما الكنافة هتبقى قطعة صغيرة هناخدها ونحطها في قالب أو صينية زي ما نحب. وهنفردها في القالب. وبعد كده هندخلها فرن بدرجة حرارة 180 لحد ما تتحمر ويبقى لونها لون ذهبي، وده هياخد حوالي من 20 إلى 30 دقيقة. ده هيكون شكل الكنافة بعد ما هتطلع من الفرن، بتبقى محمرة بالشكل ده. ودي زي ما قلنا هتكون القاعدة بتاعت التشيز كيك. اوكي نشيل دي واشيل كمان الفود بروسيسور. وهجيب الحشو واحطه في العجان. هحط الريكوتا الحليب المكثف المحلى بش الليمون السكر البودرة عصير ليمون وفانيليا ونخلطهم كلهم مع بعض. وبعد ما يختلطوا هنضيف لهم الجيلاتين. كده ممكن نضيف الجيلاتين ونقلبهم مع بعض. بكده خليط تشيز كيك الريكوتا جاهز. هنحطه فوق الكنافة. وطبعا هيحتاج يدخل التلاجة علشان يجمد. هشيل دي على جنب. واجيب تشيز كيك الريكوتا بالكنافة. وممكن نزوقها بوحدتين كرانبيري.